إذا نعود مرة ثانية للسيد عمر إسماعيل من لندن، نائب رئيس حزب العمال البريطاني. أهلا بك مرة ثانية. إذا كنت تتحدث نيابة عن حزب العمال أو باسم حزب العمال سيد عمر، ومع انتقاد حزب المحافظين من الذي كان سبب رئيسي من خلال قراراته وإجراءاته لهذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا، ما الذي يمكن أو كان يمكن أن يفعله حزب العمال إذا كان في مكان حزب المحافظين في هذه الأثناء هذا من جهة، وما هي الإجراءات التي يراها حزب العمال المنقذة للبريطانيين وبريطانيا من هذه الأزمة؟ أولا يعني هناك وسائل وسبل كثيرة جدا للتعامل مع مشكلة رفع الأجور. اولا حكومة العمال كانت في بداية يعني التلويح بهذه الإجراءات، ممكن تكون تقوم ب طبعا إجراء محاورات ومقابلات لمحاولة حل الإشكال مع او الإشكالات التي تطرحها نقابات العمال المختلفة سلميا، ولا يكون هناك حاجة للضباط. الشق الآخر وهو كذلك مهم بالنسبة لاقتصاد بريطانيا وكذلك بخصوص ميزانية الدولة، وهو رفع الأجور أو فرض الأجور على كثير من الشركات البريطانية التي لا تدفع فرض ضرائب جديدة على بعض من الشركات التي تتحرك بطرق فنية في عدم دفع ضرائب، يعني بمعنى أصح سد الثغرات الموجودة الآن في قوانين الضرائب العامة. كذلك فرض كما ذكرت سابقا فرض ضرائب جديدة على أصحاب الأعمال الغير مقيمين في بريطانيا، وهذا قد يعادل 4 مليار جنيه استرليني دخل للدولة بالسنة. هذا يكفي لرفع أجور العمال الصحة والمدرسين. ولكن سيد عمر، هناك من انتقد حل رفع أو زيادة الضرائب، وهناك من يرى بأن حل كهذا لا يرقى لمستوى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا، لن يكون حل فعال قد يصل لإرضاء المضربين والوصول إلى النسبة الخاصة بارتفاع أجورهم. مشكلة اتحادات العمال ليس فقط مع الأجور، ولكنها كذلك مع حال يعني الحالة في داخل الأعمال نفسها، داخل أصحاب الأعمال كيف يتعاملون مع العمال، حقوق العمال التي أصبحت الآن مهدرة بسبب حكومة المحافظين التي تصر على تقديم عقود جديدة تنقص من حق العامل في على سبيل المثال المعاشات في المستقبل، زيادة عمر التقاعد في المعاش. هذه كلها مطروحة، ليست فقط أجور، هناك مشاكل أخرى، العمالة، الضغط الذي على في سبيل مثال آخر ومثال حي، الممرضات والممرضين وفي قطاع الصحة عامة هناك نقص في العمالة، فيضطر الممرض أو الممرضة للعمل ل 12 و 18 ساعة. هذا يعني مجحف في حق هذا الشخص أو هذا الممرض أو هذه الممرضة أن يعملوا في هذه المدة. هناك ضغوط نفسية على العمال وعلى الموظفين عندما لا يستطيع أن يعني يكفي عائلته أو أسرته بالأشياء الأساسية المعيشية التي يحتاجها في معيشته اليومية، يعني هذا الضغط نفسي هناك ليس فقط مادية. لكن أريد أن أطرح كذلك نقطة مهمة جدا، لماذا لا يستطيع ريتش سوناك التعامل مع هذه القضية بالطريقة التي يطرحها حزب العمال؟ حزب المحافظين الآن يسيطر عليه شرزمة قليلة متطرفين يمنيين تحكمهم أيديولوجية وعقلية الخروج من الاتحاد الأوروبي وفرض ما يقوله
نحكم نفسنا بنفسنا، هذا هو ما يريدوه. معنى حكمي بنفسي بنفسي أن أنا سأفرض قوانين لا يستطيع أحد التعامل معها، هذه ما نراه الآن. ريتشي سوناك أسير لهذه المجموعة، وهذا يوضح ضعفه كرئيس وزراء، لا يستطيع التعامل مع مشكلة الاتحادات العمالية، لأن اليمين المتطرف داخل حزب المحافظين نفسه يجبره على انتهاج السياسة التي ينتهجها. نعم. سيد عمر، كما تتابع هناك تغير في المزاج بالنسبة للبريطانيين فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويبرز السؤال في هذه الأوقات، هل هناك خطة أو احتمالية تقول بأن هناك مستقبل قد يرى عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من خلال الضغوط التي يعني تعيشها بريطانيا من قبل مواطنيها على حكومتها بشأن تدني الأجور وغلاء المعيشة وارتفاع التضخم الناتج في النهاية عن السبب الأكبر وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يعني سؤال جميل جدا. الحقيقة هناك يعني ثلاث مشاكل لابد وضعها في الاعتبار. لا نستطيع الآن، بريطانيا سواء كانت تحت حكم المحافظين أو تحت حكم العمال، لا تستطيع أن تطرح فكرة أو مشروع استفتاء آخر على أوروبا، وليه بهذا ليه سبب سياسي رئيسي أعتقد أن لم يذكره أحد إلى الآن، وهو أن إذا قامت حكومة، أي حكومة بريطانية الآن قادمة سواء كانت محافظين أو عمال، بطرح فكرة أو مشروع الاستفتاء على دخول بريطانيا إلى أوروبا مرة أخرى، ستقوم اسكتلندا وحكومة الاسكتلندا بتقديم نفس الطلب على أساس أن الاستفتاء كان الوعد الأساسي في هذا الاستفتاء أنه مرة في العمر. فلو قدمت حكومة بريطانيا باستفتاء على دخول أوروبا مرة أخرى، ستقوم اسكتلندا بتقديم نفس الطلب للخروج من الاتحاد البريطاني، وهذا يؤثر على السياسة البريطانية عامة. هذه نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة لرجوع بريطانيا، أنا لا أعتقد أن السياسيين البريطانيين الآن بسبب المشكلة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا أن تعيد مرة أخرى هذه الكرة، خاصة أنها أوجدت انفصال في لحمية الشعب البريطاني والناخب البريطاني. فأعتقد أن جميع السياسيين الآن يعتبروا شبه متفقين على عدم فتح هذا الملف الآن، ولكن حكومة العمال القادمة عندها الفرصة، تتاح لها الفرصة في سنة 2025 على يعني التحاور بشكل ما، لأن في هناك في 2025 مشروع لمراجعة اتفاقية خروج بريطانيا. نعم. من 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 الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الحين تستطيع الحكومة البريطانية تحت حزب العمال من يعني وجود حلول المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها. نعم. بريطانيا من خروجها من الاتحاد الأوروبي. شكرا لك الأستاذ عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني عن دائرة هارتفوردشير، كنت معنا هاتفيا من لندن، شكرا جزيلا لك.